الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: روى وكيع في تفسيره عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: لن تنالوا البر، قال: البر الجنة. وهذا والله أعلى وأعلم تفسير بما يقول إليه الحال. البر يؤدي إلى الجنة، يهدي إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والبر يهدي إلى الجنة. وروى الإمام أحمد عن أنس ابن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه ببيرحاء أو بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، الضبط بتاعها المشهور بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح. وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أن عمر قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: احبس الأصل وسبل الثمرة. اجعل الثمرة سبيلا، يعني في سبيل الله، اجعل العين الأصل موقوفة والناتج ينفق في سبيل الله. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله وعبد الله بن عمر: حضرتني هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية، فقلت: هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها، لكن لا يعود لأنه أنفق شيئا يحبه
أو أحب شيء إليه. نرى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتفوا بأن ينفقوا مما يحبون، بل أنفقوا أغلى ما يحبون. لتعرف همة الصحابة العالية رضي الله عنهم، أنهم يبغون امتثال أمر الله على أكمل الوجوه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن يكون الإنسان ينفق مما يحب. فبحثوا عن أحب ما يكون إليهم، أحب أموالهم إليهم. قال: إن أحب ما أموالي إلي أبو يرحى. قال: ما لم أصب مالا قط وأنفس عندي من سهمي الذي بخيبر. قال: لم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية. فهو لعلو الهمة والعزيمة الصادقة يبحثون عن أعلى ما يمكن، ولا يرضون بأن يكونوا في أسفل أهل العطاء أو أهل الخير أو أدناهم، بل يريدون أن يكونوا في المقدمة. وهذا هو التنافس المأمور به، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والآيات قبل ذلك ذكرت أن الكفار الذين ماتوا على الكفر ليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فناسب، والله أعلى وأعلم، أن تذكر النفقة في سبيل الله بعد هذا، بادر قبل أن تفوتك هذه الفرصة، قبل أن تتمنى النفقة ولا نفقة ولا تستطيع ولا تقبل هذه النفقات يوم القيامة. فلذلك كانت استجابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية أعظم استجابة. وإنما ينال الإنسان البر ما يصير به بارا، البر الذي أخبر الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهو يشمل الإيمان الصحيح ويشمل العمل الصالح. فالبر يشمل الإيمان والعمل، والإنفاق له جانب كبير من أعمال البر. وكما ذكرنا، ما يصير الإنسان به بارا عند الله سبحانه وتعالى أن يكون من الأبرار. الأبرار جمع بر، وهو الذي يفعل البر، وهو الذي يفعل الخير. البر الخير، وهو الذي يهدي إلى الجنة ويقود إلى الجنة. نسأل الله الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن ذلك قدر واجب ومنه قدر مستحب. فالقدر الواجب في النفقة مما يحب الإنسان، ما أوجبه الله عليه من الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة، أن يخرجها من أوسط ماله، وهو لا شك مما يحبه بالنسبة إلى أرذل المال الذي يكرهه. فهذا القدر الواجب. وأما الأكمل والمستحب فهو أن ينفق من أفضل ما عنده، أن ينفق أحب ما عنده، وأن يجعله لله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي طلحة دليل على فضيلة صلة الأرحام، وأنه من أفضل وجوه البر ومن أفضل وجوه الخير، أن يتصدق الإنسان في أرحامه ويخص فقراءهم. وعموما لو أعطى حتى الأغنياء من ذوي الأرحام فإن ذلك من تقوية الروابط بين أفراد المجتمع المسلم. والإسلام حث على صلة الرحم بكل طريق. لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة، وقد جعل الحديقة كلها في سبيل الله، لم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الجهاد، ولم ينفقها في يعني الفقراء عموما، ولكن خص بها أقارب أبي طلحة. والجزاء من جنس العمل. لما تخلص هو من شح نفسه وبحث عن أفضل ما يحب،
جعلها الله عز وجل في أقاربه، والإنسان عموما يرى أن أقاربه منه، فقبل الله منه ذلك وجعله في المقربين إليه الذين عليه أن يرعاهم ويرعونه بدرجة ما. والله أعلى وأعلم. وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، ترغيب في النفقة اكتفاء بعلم الله سبحانه وتعالى، وترغيب في الإخلاص، فإن العبد إذا علم أن الله يعلم ما ينفق وما يفعل وما يعني يؤدي من أعمال البر، يكفيه ذلك فلا يلتفت إلى غيره، وإنما يطلب الإنسان رؤية الناس وسمعهم، يطلب أن يسمعوا، يطلب أن يروا، لأنه يعلم أو يفتقد علمهم وشعورهم به، وهو يطلب مدحهم ويخاف من ذمهم، فهذا الذي يؤدي إلى حصول الرياء نعوذ بالله. فإذا شعر الإنسان واستحضر أن الله عليم، أن الله سميع، وأن الله بصير بما يعمل، كفاه ذلك عن سمع الناس ورؤيتهم وعلمهم، يكفيه أن الله يعلم، فلا يلتفت ولا يحاول بعد أن عمل العمل سرا، لا يحاول أن يبلغه للناس بالطرق الخفية حيث لا يشعر بنفسه الأمارة بالسوء وهي تتدسس حتى تعلن العمل لتنال به نصيبا من الدنيا. استحضار الإيمان بالأسماء والصفات يمنع الإنسان من ذلك، يكفيه ويغنيه أن الله به عليم، يكفيه ويغنيه أن الله بصير بما عمل، يكفيه ويغنيه أن الله سميع لقوله وعليم بحاله. وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. العبادات القلبية مبناها أساسا على الإيمان بأسماء الله وصفاته واستحضارها في القلب واستحضار آثارها، والقرآن يرشدنا إلى ذلك على الدوام بختم الآيات بأسماء الله وصفاته ترغيبا في العمل. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هذه ضمن الحجج التي أقامها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الكتاب، والسورة من أولها إلى قريب من نصفها أو أقل من نصفها في محاورة أهل الكتاب، فذكرت محاورة نصارى النجران في بداية الأمر، وذكرت هنا هذه السورة ما كان من محاورة مع اليهود في شأن ما حرم إسرائيل على نفسه. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود، عصابة يعني جماعة، حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، حضروا عنده يعني، فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، مما كتموه من العلم، وأصبح من يعلمونه عندهم محدود العدد، لا يوجد في الأرض أحد يعلمه، قد كتموه ولم يظهروه، لذلك قالوا لا يعلمه إلا نبي. وفي الرواية الأخرى: أو رجل أو رجلان، رجل أو رجلان منهم، وأما أن يعلمه أحد غيرهم فهذا لا يوجد، لذا لا يعلمه إلا من أتاه الوحي نبي. قالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك عهد الله، وأن يأخذ عليهم ميثاقا مؤكدا مغلظا مثل الميثاق الذي أخذه يعقوب على بنيه: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم، أي موثقهم من الله، أي صاروا معاهدين الله عز وجل على أن يأتوه به، فهنا العهد الذي من الله موثقا من الله، ألم يأخذ عليكم
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثيقا من الله؟ ليس العهد بيني وبين فلان فقط، لكن إذا عهدته بالله أو جعلت موثيقا من الله، فأنا عهدي بيني وبينك هو عهد بيني وبينك وبين الله. فعهد أبناء يعقوب مع أبيهم عاهدوا الله على الوفاء به، آتوه موثيقا من الله، وهذا الذي أخذ يعقوب على بني. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عهدا بالله، بمعنى أنهم عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إن أخبرهم لا يتابعن، وجعلوا هذا العهد بينهم وبين الله، يلزمهم أن يفوا بهذا العهد الذي بينهم وبين الله. قالوا فذلك لك، من جرأتهم ومن يعني تهاونهم أعطوه هذا العهد، وليس في نيتهم يعني متابعته إلا على حسب هواهم. قالوا فذلك لك، قال فسألوني عما شئتم. قالوا أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء الرجل وكيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. قال فأخذ عليهم العهد، فإن أخبرهم لا يتابعنه. فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا، لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه. ومن هنا نعلم وجه مناسبة ما بين هذه الآية وبين التي قبلها. الله عز وجل شرع لنا أن ننفق إيه؟ مما نحب. من قبلنا كانوا يحرمون على أنفسهم أفضل ما يحبون من أجل يعني تخلصا من حظ النفس، والله لم يحرم علينا شيئا مما، ولم يشرع لنا أن نحرم شيئا، ولكن شرع لنا أن ننفق في سبيله ما إيه؟ ما نحب، والله أعلم. قال فقالوا فنذر لئن شفاه، نذر لله نذر، لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه. وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد عليهم. وقال أنشدكم بالذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم. هذا الأمر أمر غيبي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك بعض الأبحاث المعاصرة تحاول يعني في معرفة وجه هذا الحديث، ولكن المعلوم إلى الآن في مسألة التذكير والتأنيث، هذا الحديث معنى الشبه أنه أشبه أباه فصار ذكرا، أو أشبه أو أشبهت أمها فصارت أنثى، أن هذا الحديث يخبر عن شيء لم يطلع عليه إلى الآن. الطب الحديث يثبت أن الذكور والأنوثة تتحدد بنوع الحيوان المنوي، هذا أمر مشهود ومحسوس وليس أمرا نظريا، هو حقيقة من الحقائق، أن الذكور والأنوثة تتحدد بناء على نوع الحيوان المنوي الذي يلقح البويضة، والبويضة تحيط بها ملايين الحيوانات المنوية في نفس اللحظة، وهي كلها تتسابق في خرق جدار البويضة، وهي بالنسبة لها هائلة الحجم، البويضة هائلة الحجم بالنسبة إلى الملايين التي حولها، وكل منها يحاول جاهدا إفراز مادة مذيبة للجدار السميك للبويضة، فإذا دخل
واحد من هذه الحيوانات سابقا إليها، امتنعت باقي الحيوانات مباشرة وتوقفت ولم تستطع أن تدخل المادة الوراثية المولودة في رأس الحيوان المنوي إلى داخل البويضة لتلتقي بالمادة الوراثية داخل البويضة التي يتشكل منها المولود بإذن الله تبارك وتعالى، أو الجنين بإذن الله تبارك وتعالى. ما الذي يحدد سبق هذا الواحد من هذه الملايين؟ لا علم للناس به إلى وقتنا هذا، وهي بنسبة عجيبة قريبة من التساوي، ليست متساوية لكنها في صف الذكور أميل، نسبة 1.6 إلى 1، يعني نصف الحيوانات، أكثر من نصف الحيوانات المنوية الذكرية تنجح أكثر من الحيوانات الأنثوية بنسبة أكثر قليلا في الأحوال، يعني نصفها تلقح بحيوانات منوية ذكرية ونصفها يلقح بحيوانات منوية أنثوية، والذكرية أكثر قليلا. وهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر غيبي، وهو يؤدي إلى سبق الحيوانات المنوية المخصصة للنوع الذي يريده الله عز وجل. أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا علا ماء الرجل، ماء المرأة إذا كان في وضع بعد الجماع وأثناء تلاقي الحيوانات المنوية مع البويضة، هناك أحوال متعددة كثيرة، لأن البويضة تخرج في وقت واحد طول الشهر في وسط الدورة الشهرية، والحيوانات المنوية قد توجد خلال أوقات متكررة متعددة حسب اللقاء بين الزوجين. الجهاز التناسلي للمرأة يحفظ، يمكنه أن يحفظ الحيوانات المنوية حية لمدة ما بين 2 إلى 3، والبويضة تظل حية قابلة للتلقيح أيضا حوالي 4 أيام أو نحو ذلك. فيمكن أن تكون الحيوانات المنوية موجودة أولا، وتأتي البويضة منفجرة من المبيض خارجة إلى قناة فالوب، قناة المبيض التي تسير فيها إلى الرحم، وغالبا ما يتم التلقيح في داخل هذه القناة في الجزء الخارجي أو الثلث الخارجي منها، ويمكن أن يقع التلقيح في أي جزء منها ويمكن أن يقع داخل الرحم. إذا البويضة تسير في رحلة مقدرة ما بين خروجها من المبيض إلى أن تلتقطها زوائد قناة المبيض، ثم تسير إلى عبر هذه القناة إلى الرحم، إن لم تجد حيوانات منوية طول هذه الرحلة تضمر وتضمحل وتسقط، ويخرج منها بعد ذلك بعض الهرمونات التي تؤدي إلى استمرار أو حصول الدورة الشهرية. الغرض المقصود أنه يمكن أن تخرج البويضة والحيوانات المنوية غير موجودة وتأتيها بعد ذلك بحصول معاشرة بين الرجل والمرأة. الحيوانات المنوية في رحلة طويلة بالنسبة إلى حجمها، طبعا حجم الحيوان المنوي صغير جدا جدا، الرحلة بالنسبة إليه رحلة مثل رحلة سمك استلمون من شرق الساحل الشرقي من الامريكتين الى البحر الابيض المتوسط. المسافه دي بالنسبه لحجم الحيوان المنوي مثل هذه الرحله ربما تاخذ 2 أو 3 واحيانا ساعات حسب سرعه الحيوانات المنويه. الحيوانات المنويه متفاوته السرعه ومتفاوته الحركه وعجيبه الشان في حركتها، بعضها هائل الحركه، وغالبا ما يكون اذا وجد هذا سريع التخصيب، وهناك حركة جيدة وهناك حركة معوجة بطيئة وهناك عرجاء، أنواع عجيبة من الحيوانات المنوية كلها مشاهدة تحت الميكروسكوب، دي مش دي كلها حاجات حقائق. فيمكن كما ذكرت أن تخرج البويضة أولا وتنتظر الحيوانات المنوية في أي رحلة جزء من رحلتها، تأتي الحيوانات المنوية في حسب المعاشرة، ويمكن أن تكون البويضة في وضع
هي فوق الحيوانات المنوية. البويضة أساسا محاطة بسائل مفرز من الجهاز التناسلي للمرأة، بدون هذا السائل لا تعيش البويضة ولا تعيش الحيوانات المنوية. كما إن الحيوانات المنوية دي موجودة في سائل تفرزه الجهاز التناسلي للرجل وهو المني. المني ليس فقط حيوانات منوية، بل سائل تفرزه البروستاتا وسائل تفرزه الحيوانات المنوية، أنواع من الإفرازات تحافظ على حياة الحيوانات المنوية موجودة داخل الجهاز التناسلي للذكر، ثم بعد ذلك داخل الجهاز التناسلي للمرأة إفرازات تحافظ على حياته مدة معينة إلى ما شاء الله عز وجل. كما ذكرت مني المرأة هو ما إفرازات الجهاز التناسلي للمرأة الذي أحيانا لمدة 4 أيام تقريبا كما ذكرت فيه البويضة، وإلا فإفرازات الجهاز التناسلي في باقي الأيام ليس فيه بويضة. في طول الدورة الشهرية البويضة غير موجودة، وربما كان زي ما قلنا أسبوع أيهما أسبق أو يتقدم أو يتأخر. يمكن أن تصل الحيوانات المنوية وتنتظر البويضة في الرحم أو في قناة فالوب قناة المبيض منتظرة لخروج البويضة، فإذا خرجت أحاطت بها. كما ذكرت يمكن أن تكون أوضاع أن البويضة فوق البويضة وما حولها من السائل المفرز من الجهاز التناسلي للمرأة هو إيه؟ الماء، ماء المرأة الذي هو مني المرأة الذي هو أصفر رقيق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يكون موجود فوق الحيوانات المنوية، ويمكن أن توجد الحيوانات المنوية إيه؟ فوقه، وهذا أمر لا يعلم سببه في الحقيقة. لماذا يحصل ذلك؟ هل نتيجة طبعا تفاوت أشياء كثيرة، عوامل لا تعلم على وجه التحديد، يعني تفاوت اللزوجة، تفاوت الكثافة، تفاوت الحموضة والقلوية، في تفاوتات دقيقة جدا يحصل بسببها أنواع من الاختلاف في أنواع الحيوانات المنوية ودرجة الأحاطة. الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ما زالت هناك أبحاث يعني تحاول أن تعرف وجهه، لماذا إذا يعني كيف يمكن أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان في وضع هي فوق البويضة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا يؤدي إلى التذكير، يؤدي في الحقيقة إلى سبق الحيوانات المنوية لإيه؟ الذكرية. هو واحد من ملايين، ليه بيسبق؟ ما حدش عارف اشمعنى ده وهم في نفس الدرجة وفي نفس القوة في إفراز المادة المذيبة للجدار السميك للبويضة، أيهم يسبق لا يعلمه إلا الله. لماذا يسبق هذا دون غيره؟ وكل منهم سيكون له شبه مختلف، وسيكون له مادة جينية مختلفة عن الآخر زي الأخ وأخوه. وممكن الواحد مننا تكون من واحد من عدة ملايين من الاحتمالات، 540 مليون احتمال، انت كنت واحد منهم. الحيوان المنوي الذي تكون الذي رق هذه البويضة ممكن 550 او 600 مليون في المرة الواحدة التي يقع فيها المعاشرة، وربما يكون مرة قبلها كمان، لانه زي ما قلنا ممكن الجهاز التناسلي للمرأة يخزن الحيوانات المنوية فيه ويسبق بعضها. الغرض ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بامر غيبي لا يعرف، والى الان لا يعرف، وإلى أن لا يعرف السبب الذي يؤدي إلى حصول التذكير والتأنيث على وجه الجزم. كل ما يقال من ذلك تخمين، ليس دراسات علمية إلى الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر وهو أنه إذا كان ماء الرجل فوق ماء المرأة، إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، يحصل تذكير، يحصل سبق الحيوانات المنوية الذكري. وإذا حدث العكس وهو أن ماء المرأة بما فيه البويضة على ماء الرجل، جاء البويضة جت بدري وماء الرجل جاء ايه متأخر، جاء من تحت، فيكون سببا لسبق الحيوانات المنوية للأنثوية. ليس في الحديث ما يعارض الطب الحديث بلا شك، الطب الحديث ما زال يقف عاجزا عن معرفة السبب الذي يؤدي الى سبق حيوان منوي ذكري او سبق حيوان منوي أنثوي غيره من وسط الملايين المحيطة بالبويضة، فضلا عن الملايين من الحيوانات المنوية التي ضلت طريقها ولم تصل الى الايه الى البويضة. انه بيحصل القذف داخل المهبل، المهبل ده مسافة هائلة كما ذكرنا طويلة جدا، اكبر منه الرحم. بعد كده الحيوانات دي ماشية في سكة، بعضها بيوصل
وكثير منها ما بيه ما بيوصلش. هي ماشيه في سكه كلها ماشيه في اتجاه واحد بس بعضها بيضل الطريق، حاجه زي الفضاء الواسع ما ها، وبعضه بيموت وبعضه بيموت وبعضه بيوصل الناحيه الثانيه. بعضه اصل هو دلوقتي المبيض بيطلع مره من المبيض اليمين ومره من المبيض الشمال، فالبويضه بتبقى موجوده مره في القناه اليمين ومره والشهر الثاني مره موجود في الايه في الشمال. وطبعا الام ما هيش عارفه ولا الاب عارف ولا حد بيدور. يمكن معرفه ذلك بالاشعه الحاليه دلوقتي انه نعرف انه المبيض اللي هي ايه اللي هيطلع البويضه. لكن اقصد ان الحيوانات المنويه بتمشي في سكتها، بعضها بيضل الطريق، بعضها بيموت في السكه، وبعضها بيوصل الى نهايه الايه المكان ده، وبعضها بيلتقي بالبيضه في اول خروجها، وقد احيانا يلتقي بها في ايه في وسط الطريق، واحيانا في اخره، واحيانا في الرحم حسب ما قدره الله عز وجل باسباب، ودائما غائبه عن الزوجين في الاغلب، غائبه عن الزوجين. محدش بيدور على الحاجات طبعا الا لما يكون في عقل يقعدوا يدوروا بقى ويقولوا البيضه طلعت امتى وهيعاشرها النهارده ولا لا، وخدوا حيوانات منويه ويحقنوها ساعه البويضه ما تخرج. لكن عموما البشر كلهم اللي شايفينهم دول جم بطريقه ايه عاديه، محدش بيدور على الموضوع ده. الاغلب العام جه بطريقه تلقائيه يعني قدره الله سبحانه وتعالى بدون تدخل لا علمي ولا اخذ بالاسباب من البشر، لا هم عارفين ولا حاسين ولا حد بيدور. الغرض المقصود ان هذا امر اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا، رغم كل التقدم العلمي ما زال الجزء الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مجهولا لا معارضا. محدش يقول لا ده ده مخالف. الناس الجهله هم اللي يقولوا ازاي ده احنا عارفين ان الحيوان المنوي الذكري هو اللي بيلقح يبقى ذكر والانثوي يبقى انثى، وده ما يخالفش كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ده بيبين السبب لماذا سبق الحيوان المنوي هذا، او لماذا سبق الحيوان المنوي ايه ده. دي معلومه مجهوله الى الان في سبب سبق احد النوعين من الحيوانات المنويه، وده بناء على سبق ماء الرجل ماء المراه، او ماء علو ماء الماء الرجل على ماء المراه وماء المراه على ماء الرجل. ده في حديث تاني بقى في الموضوع ده في الشبه، حديث الشبه ده موضوع تاني. لا اذا 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 سبق ماء المراه ماء الرجل اشبه اخواله، اذا سبق ماء المراه ماء الرجل اشبه اخواله، واذا سبق ماء الرجل ماء المراه اشبه ايه اعمامه. ده موضوع تاني، ده موضوع بقى اختلاف الجينات، لان في الشبه متفاوت والاخوه يبقوا شبه بعض ومختلفين في الايه في الشبه، وممكن بعضهم بيشبه الاخوال اكثر وبعضهم بيشبه الايه الاعمام اكثر، ودي حسب ماده عوامل وراثيه فعلا لا تخضع لقوانين ثابته. القوانين لغايه النهارده غير معلومه، هي تخضع لتقدير الله عز وجل، مش قوانين من مندليف بتاعت الوراثه حاجات صماء. لا ده كل شويه الناس تتاكد مندل مش كده، قوانين مندل للوراثه. قوانين مندل دي قوانين يعني بدائيه جدا، العوامل الوراثيه متركبه اضعاف ما يتصوره الناس، وعدد الجينات هائل جدا وتداخلها هائل جدا، بحيث لا يتصور الجزم بالشبه قبل الولاده، لانه فوق تخيل الاحتمالات كتيره جدا غير معلومه، وايه اللي بيتحدد منها واحد من عده ملايين احتمالات، لان الماده الوراثيه دي مختلفه. طريقه التركيب بين الاحماض الاحماض النوويه واجتماع الاحماض دي على بعضها بطريقه معينه بحيث يؤدي الى حصول شبه معين مش ممكن البشر يحددوه. فالغرض المقصود ان خبر النبي عليه الصلاه والسلام هو في الحقيقه معجزه، لانه رغم انه هو غير معلوم على الاطلاق الا انه لا يصادم الحقائق العلميه، بخلاف كلام يعني اهل الكتاب دائما معلوماتهم كثير جدا منها يصادم الحقائق العلميه ويعني يكذبها وتكذبه. لكن كل كلام النبي عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا اما موافق واما ما زال مجهولا، لكن لا يصادم حقائق علميه ثابته. نعم الاثنين في مستوى واحد، ايه ده؟ لا ده ممكن يجي الماء، ممكن دي تيجي الحيوانات المنويه من فوق زي ما كانت قاعده مستنيه، مجرى واحد، ما هو مجرى واحد بس في فوق وتحت بالنسبه للمراه واقفه، احنا عندنا ابر ولور فوق وتحت، في فوق وتحت في الانسان، فممكن تيجي من فوق ممكن تيجي من تحت، ممكن الحيوانات المنويه تيجي من فوق
وممكن حيوانات منها تيجي من تحت. البويضه تيجي على الحيوانات المنويه، البويضه والمني اللي هو افرازات الجهاز التناسلي للمراه يجي على الحيوانات المنويه اللي اعلى مستنيه، وممكن العكس يحصل. فيلم اللي بيصور صور اتجاه واحد بس، هو بيصوره بناء على انه بيصور من جوه، لكن هو بالنسبه لوضع المراه في فوق وتحت. السبق ده بمعنى انه يصل الى، يعني يصل اولا، لكن احنا هنا العلو ده ناشئ عن عوامل مختلفة، منها الوضع، منها حال المرأة، منها حال الجماع، منها زمن خروج البويضة كما ذكرت، احوال مختلفة. الخلاصة ان هذا الكلام كما ذكرنا غرضه ان اخبار النبي عليه الصلاة والسلام بامر ما زال مجهولا. لا، حديث ثاني السبق ده حديث العلو، في حديث ثاني بالسبق ده موضوع ثاني. قال فأيهما على، قال هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد، والشبه بإذن الله تعالى. هنا قلنا الشبه هنا مقصود به ليه؟ أن أشبه أباه صار ذكرا، أشبهت أمها صارت إيه؟ أنثى. الشبه في التأنيث والتذكير. قال إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، ده اللي فسره، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم. وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عينه ولا ينام قلبه؟ وهو المقصود صلى الله عليه وسلم، لكن النبي الأمي مذكور عندهم، النبي الأمي مذكور في التوراة. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا وأنت الآن محدثنا، من وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك ونفرقك. قال إن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه. قالوا فعندها نفرقك والعياذ بالله. لو كان وليك غيره لتبعناك. فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سبب نزول هذه الآية مجمع عليه بين العلماء. قال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمع أهل العلم بالتأويل على أن هذه الآية من البقرة نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فذكر هذا الحديث الذي ذكرناه أولا، وهذا قد صححه الشيخ مقبل في أسباب النزول. ميكائيل ملك يعني على المشهور انه على القطر، الحديث فيه ما قال، وله شواهد متعددة هذا الحديث. واخرج البخاري بذلك مسألة الشبه، اخرج البخاري من ذلك مسألة الشبه، حديث اللي هو أن وقع أخرى حديث روى هو عن عبد عن أنس بن مالك، روى البخاري وقال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف يجني ثمارا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني بهذه جبريل آنفا. قال جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا
سبق ماء المرأة نزعت أنثى. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: رأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هو شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. فرد بإخراجه البخاري. لكن هذا في قصة غير القصة المذكورة في ما حرم إسرائيل على نفسه، الله أعلم عنه. قال ابن كثير: طريق أخرى رواه الإمام أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن 5 أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قال: والله على ما نقول وكيل. قال: هاتوا. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني ينام بعينه ولا يزال قلبه متيقظا، ولذا إذا أتاه الوحي في المنام فهو وحي. الله أعلم. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة أنفت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشتكي عرق النسا. عرق النسا هو أكبر عصب ينزل من العمود الفقري إلى الرجلين، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد: قال بعضهم يعني الإبل كذا وكذا، ده بعض الرواه نسى الكلمة، فما حبش ان هو ايه كتب حاجة مش متأكد منها، فقال كذا وكذا. قال بعضهم يعني الإبل، ألبان الإبل، فحرم لحومها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد. قال: ما لكم من ملائكة الله موكل بالسحاب، بيده أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، والآية بعدها. وقد رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب. وهذا إن صح على مقال فيه لا ينافي ما يعلم حديثا من أن الرعد والبرق بسبب تفريغ الشحنات الكهربية، فإن ذلك يتزامن مع صوت الملك، والله أعلى وأعلم، أو أن هذا أثر من آثار صوته، والله أعلى وأعلم. تفريغ هذه الشحنات أثر من أثر فعل الملك، وهذا ليس بمستبعد ولا بغريب. وقال ابن عباس: كان إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب يعتريه عرق النسا بالليل، وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه بالنهار، فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد ما له عرق. وهكذا قال الضحاك والسدي. كذا حكاه ورواه ابن جرير في تفسيره.
قال فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتداء بطريقه. لكن هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، الأول أقرب. قوله من قبل أن تنزل التوراة أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى وآت المال على حبه، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. المناسبة الثانية لما تقدم لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح، وتبيين ما زيف ما ذهبوا إليه، وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه، وكيف خلقه الله تعالى بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله تعالى، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخر زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله الخليل في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم يعني فيما ينقلونه، وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين أيضا على نقلهم، نحن لا نعلم هذه والتي سرقها من دليل صحيح، لكن يذكرون أن يعقوب كانت تحته أختان. يقول ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، وهذا هو النسخ بعينه، فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلالهم جميع الأطعمة، كان حلا لهم جميع الأطعمة، نعم كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرم إسرائيل. ثم قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. ثم قال قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مليه، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين، أو دينا قيما على القراءات الأخرى. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في قوله تعالى: وما كان من المشركين، البراءة من الشرك وأهله، ولزوم اتباع إبراهيم في التبرؤ من المشركين. فأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل، وادعاء شيئا ليس في شريعته أنه في شريعته سبحانه وتعالى. فاليهود والنصارى يفترون على الله الكذب، وهم أظلم الخلق، ويدعون أن الله أمرهم ألا يؤمنوا بنبي بعد نبيهم، وهم كاذبون في ذلك. فليس عندهم شيء في ختم النبوة وانتهائها، وادعاء عدم النسخ هم اخترعوه، لا بد وأن يقروا بوجود النسخ. فالله سبحانه وتعالى خالف في شرائع الأنبياء حسب المصلحة الراجحة في كل زمن ولكل قوم، وختم هذا الأمر بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الكاملة التامة التي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفها. قل صدق الله، هل يؤخذ منه ما تعود عليه كثير من القراء أو أكثرهم في زماننا أن يختموا القراءة دائما بقولهم صدق الله العظيم؟ ليس في الآية كذلك، وإنما هذا الأمر قل صدق الله وبعده كلام آخر: فاتبع ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، صدق الله فيما أخبر به. فليس في الآية دليل على سن ختم القراءة بصدق الله العظيم، أو صدقت ربنا وبلغ نبيك ونحن على ذلك من الشاهدين، التي يقولها كثير من الإخوة بعد قراءة غيرهم، جعلوها سنة بدل صدق الله العظيم، اخترعوها أيضا من عند أنفسهم لا نعلم عليها دليلا. لكن إن قالها أحيانا دون أن تكون سنة راتبة فليس في هذا ما يمنع، ولكن لا تجعل عادة وطريقة دائمة وسنة لازمة يستنكر الناس تركها إذا تركت، ويقيمون الدنيا وربما لم يقعدوها إذا أنكر عليهم أحد. أقول قولي هذا، استغفر الله. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديث كذلك لا تجعل سنة. نعم، تسرى بهاجر، يعني اتخذها سرية، يعني اتخذها أمة موطوءة، مملوكة موطوءة، يجمعها في مملوكة للخدمة وفي مملوكة سرية. سرية يعني ايه؟ يعاشرها. فتسرى بهاجر لانها وهبته اياها سار، وجعلتها ملكا له، فوطأها بملك اليمين، واولدها ايه؟ اسماعيل، فصارت ام ولد. ايوه، الذي يظهر ان صفة النبي عموما انه ينام قلبه، ينام تنام عين ولا ينام لسان ولا ينام قلبه. الظاهر عامة. هل تحفيظ القرآن داخل المسجد بأجر؟ يعد بيعا داخل المسجد، يعد إجارة، أنا أحب أن لا يفعله. حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو وبيان درجة الخلاف فيهما. الراجح عندي أن التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو من جهة ذات الفعل ليس محرما، لأنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، والمحرم من التصوير منصوص على العلة فيه، وهي الذين يضاهئون بخلق الله، أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله. أما الفوتوغرافي والفيديو فهو خلق الله، لم يصنع الإنسان فيه شيئا، ولكن قد يكون محرما لوجه آخر كالعورات المكشوفة. فالأخوات في الأفراح تجرأنا على كثرة التصوير، وقد يقع هذا التليفون المحمول
في يد أخيها أو زوجها أو أجنبي إذا ضاع التليفون، فينظر إلى عورات مكشوفة في قمة الزينة، هذا لابد أن يمنع، لأن هذا الأمر ليس يعني يمكن سد الذريعة فيه إلا بالمنع منه. فصور العورات المكشوفة وكذا صور الزعماء والكبراء إذا كانت تعلق، إذا كانت صور معلقة ولو فوتوغرافية، زي صورة الأب والجد، صورة الكبير والملك والرئيس وصاحب العمل ونحو هذا الذي فيه تعظيم، فهذا يمنع خوف التعظيم والغلو، سد الذريعة. ولكن الخلاف في هذه مسألة خلاف سائغ من العلماء، من يحرم التصوير الفوتوغرافي والفيديو إلا للحاجة الراجحة. احنا قلنا بقى خلاصة، انا قلنا الممنوع منه حاجة معينة، عورات مكشوفة او ايه، او خوف التعظيم، اذا ما كانش فيه كده يبقى خلاص. هل كل انواع السبيرتو الكحول نجس؟ الكحول الايثيلي، السبيرتو الموجود في السوق اساسا هو الكحول الايثيلي الابيض والاحمر، ميثيلي وايثيلي معا، ميثايل وإيثايل، يعني ما مختلط بنجس، فهذه كلها نجسة عند جماهير العلماء. الكحولات الأروماتية والكحولات غير الإيثيلية على الراجح ليست نجسة، لأنه لا يعلم كونها مسكرة. هل كل الأدوية الجلدية بها كحول، دخل الكحول بها كمطهر نجس؟ لا، ليس كذلك، ليست كل الأدوية الجلدية فيها كحولات، لا يلزم ذلك. ما البديل؟ هناك بدائل متعددة كما ذكرنا في المطهرات، الكحولات الأروماتية، الديتول والسافلون والديكول والبيتادين وأنواع كثيرة جدا من المطهرات كافية دون الكحول. دخل في الصلاة خلف إمام فقانت في صلاة الفجر ولم أكن أعلم أنه يقنط، فهل القنوط في الفجر في النوازل بدون، هل القنوط في الفجر في غير النوازل بدعة؟ وهل كان، هل علي أن أخرج من الصلاة؟ أما أن القنوط في الفجر في غير النوازل بدعة فهذا هو الصحيح. ومن العلماء من يقول سنة، ومن العلماء من يقول خلاف الأولى، زي ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ما بيقولش بدعة، ابن القيم بيقول خلاف السنة، خلاف الأولى. والشافعي يقول سنة، وأبو حنيفة يقول بدعة وهو الصحيح. نحن نقول بقول أبي حنيفة في قنوط غير النوازل، لأن الحديث صحيح في قول الصحابي لابنه، أي بني محدث، وكل محدثة بدعة، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقنط هذا القنوط المعتاد. لكن المسألة خلاف سائغ، نعم، ولو رجحنا البداية، وطالما أن الخلاف قد ذكرنا أنه سائغ فليس عليك أن تخرج من الصلاة، لأن الصلاة صحيحة على أي الأحوال، لا تبطل الصلاة مثل هذا. ها؟ ينكر؟ ينكر بالمناقشة العلمية، لا بالتغليظ ولا التعنيف، لأن الأحاديث في ذلك فيها بعض الاحتمال، لكن خلاصة القول أنه محدث. نعم، هو من خلف الإمام قد قنط بقنوت الإمام شاء أم أبى، سكت أم لم يسكت، لا يخرج من الصلاة، لا يخرج من الصلاة. النوازل في الصلاة الخمس، في الفجر، في الفجر والمغرب، في الفجر والظهر والعشاء، أي ذلك فعل أجزأ. والرجز فهجر، فسره بعض المفسرين على أن الرجز هي الأوثان، فما معنى ذلك؟ التأكيد على ترك عبادة الأوثان. بعض النصارى يحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد الأوثان قبل الرسالة، باطل، ما عبد النبي عليه الصلاة والسلام وثنا قط، ولكن من باب يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله.
والرجز فهجر استمر على هجرانك له. كان يهجرها أنفة، كان يهجرها رفضا من فطرته السليمة لهذه السخافة عبادة الأوثان، فنزل عليه الوحي يؤكد عليه أن هذا أمر الله أيضا وليس فقط مجرد موافقة. كان يعجبه أشياء عليه الصلاة والسلام ما نزل الوحي بموافقتها وشرع أن نوافقه عليها عليه الصلاة والسلام، ولكن ليست كالدرجة، فطر على أنه يحب الدباء. حب الدباء زي ترك الأوثان مثلا؟ إيه اللي خلانا نعرف كده؟ نزول الوحي. هو هذا قد أعجبه ووجد نفسه يحب الدباء، لكن لم ينزل به الوحي. فأما ذاك، أما والرجز فهجر، فهذا قد نزل به الوحي، فعلمنا وتأكد مرات عديدة مرة بعد مرة، فعلمنا قدر هذه المسألة وخطر عبادة الأوثان. فهل معنى وثيابك فطهر أنه كان نجسا قبل ذلك؟ سخافة العقول دي، لكن هذا تأكيد، هذا بداية التشريع، بداية التشريع. ف هذا أحد الأمور. بيقول ذكر أحد النصارى بالأمس في قناة الجزيرة يدعى الأنبا ماكسيموس أنه يسلم كل يوم من 80 إلى 200 نصراني، وأنه يسلم كل عام حوالي 50,000 نصراني، ومن 71 لغاية دلوقتي بقى 1.8 مليون نصراني. ده محاولة سخيفة، ما أظن أن يبلغ ذلك. ده كان زمانهم خلصوا، وهم اللي عم يقولوا إحنا كثرنا، وعلى أي الأحوال رحمة ربنا. لكن على يعني أظن أن الإحصائيات دي عايز إحصائيات وزارة الداخلية بدرجة دقيقة يعني. لكن هما بيعمل كده علشان يقولوا ان احنا ايه متعرضين لنوع من الإبادة الفكرية، عشان يبرروا احنا بنعمل تنصير ليه، عشان يقولوا من الناس بقى احنا من حقنا ان احنا ايه، ربنا يرحمنا ونجي المسلمين. اللحوم المستوردة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، الآية تمنع من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، بل الآية والأحاديث تؤكد أنه لا بد من ذكر اسم الله، فما علمنا أنه لم يذكر اسم الله عليه لم يجز أكله، وما جهلنا حصول الزكاة فيه لا يحل أكله. اللحوم المستوردة إما معلومة المصدر أو مجهولة المصدر. معلومة من إخبار مسلم لنا بأنه ذبحها أو أشرف على ذبحها أو رأى من يذبحها من أهل الذكاء، أو أخبر عن مسلم آخر موثوق به أنه يشهد لهذه الذبيحة بالتذكية، فهذا معلوم المصدر يجوز أن نأكل منه طالما أنه أقر بحصول ذكاء شرعية. وأما مجهول المصدر فما زلنا نقول بأنه لا يؤكل. وقد أخبرنا أحد الإخوة العاملين في حجر البيطري أن هناك إخوة مسلمين ذهبوا إلى البرازيل وإلى الهند وراقبوا الهيئات الإسلامية المشرفة على الذبح هناك، وجلسوا مع أفرادها وتأكدوا أن الذين يقومون بالذبح أناس مسلمون مؤجرون لهذه الجمعيات يعملون بها في البرازيل، دي من بلاد عربية مختلفة، وفي الهند أصلا الذبح يكون في ولاية إسلامية يذبحون الجاموس، فيتم الذبح تحت إشراف الهيئة الإسلامية. في ذلك قلنا بأن اللحوم المستوردة من هذه البلاد وهي لا تدخل الأسواق المصرية إلا بهذه الشهادة المعتمدة، بالإضافة إلى أناس مستوردين لهذه اللحوم يرجى فيهم الخير، يعرفون بالمحافظة على الصلوات، أخبروا أنهم ذهبوا بأنفسهم وراقبوا وشاهدوا الذبح في هذه في البرازيل خصوصا. فلذلك قلنا بأن هذه صارت من الجزء المعلوم له المصدر. أما الدواجن فأخبرني أحد الإخوة الذين كانوا في رحلة للبرازيل، هو الأخ بتاع الحجر البيطري ده، ما قالش إن هو شاف الفراخ، لكن شاف البقر نفسه وصورهم وهم بيذبحوه. أما الفراخ فالذبح فيها آلي، والذبح الآلي غالبا ما لا يتم بطريقة صحيحة. من ناحية التسمية يكتفون
بمجرد مسجل أو تسمية واحد فقط في أول الأمر، والفراخ حجمها صغير وبالآلاف، ومن الصعب أن يسمي على كل واحدة. ثم إن السير الذي يسير على هذه الرقاب لو حركت الدجاجة رأسها بعيدا عنه قليلا ربما جرحها ولم يقتلها ولم يذبحها، وتسقط بعد ذلك في الماء المغلي تموت غرقا وحرقا ولا تموت بالذبح. فأنا لا أكل الفراخ البرازيلي إلى أن يأتينا بيان آخر. المصنع والعادي كلاهما سواء. المجمد لا معروف، مكتوب على الأوراق، والمستوردين معروفين، المستوردين معروفين مين اللي بيجيبوا منهم. الأخ أخبرني أيضا أن ما فيش لحمة أصلا متخش غير من ثلاث مصادر، اللحمة من الهند والبرازيل ونيوزيلندا. نيوزيلندا دلوقتي اللي هي لحمة ضاني، لكن الهند والبرازيل هم دول اللي بيندي يأتي منهم اللحم البقري. الكبدة بتأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. اللحم الأمريكي والأوروبي ممنوع دخوله مصر منذ حوالي جنون البقر. يستبعد وجود الذبح في الهند وفي أصل في الأمريكا وأوروبا، لأن قوانينهم في كثير من البلاد بعضها بيمنع وبعضها الأصل عنده عدم الذبح. الكبد الأمريكاني عشان كده قلت لا، الكبد الأمريكاني إلا أنه هو يكون في حد عارف مؤسسة إسلامية هناك بتتولى الإشراف، يبقى بلغنا نقول بنفس الكلام. ما يكفيناش ورقة مجهولة، احنا قلنا بالكلام ده ورق معلوم المصدر دلوقتي اللي هو اتحاد المؤسسة الإسلامية في البرازيل وهيئة إسلامية في الهند. خلاص ماشي. واحد مسلم قال ان الذبح تم بهذه بالشريعة تحسب الشريعة يكفينا خبره. لا الكتابة ما تكفيش، انا عايزين واحد يقول لنا مين اللي كتب الكتابة دي. فاحنا لقينا مين اللي قال لنا في الاثنين دول، انا اعرف كده، اللي عنده خبر تاني يقول لنا، يبقى ربنا يوسع على عباد الله المسلمين. عنده قدر من المال في البنك المركزي، ماذا افعل في الزيادة؟ البنك المركزي ما فيهوش زيادة. البنك المركزي اللي انت تقصده ده بتاع الحكومة، بيدي ما بيديش زيادات، ده حساب انت ليك فلوس عند الحكومة بتروح تاخدها من البنك المركزي. لكن البنك المركزي اذا كان او اي بنك بيعطي زيادة ينفقها في مصالح المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.